معي في الاستوديو السيد اسماعيل معراف، خبير في الشؤون الاستراتيجيه. اهلا بك سيدي. اهلا وسهلا. اولا سيدي، قراءتك لكل ما جرى بالامس؟ اعتقد انه ما جرى هو في رايي نوع من المؤامره التي احبكت بطريقه فيها الكثير من الدهاء وكثير من الصنعه السياسيه بالنسبه لمن يحكم في فرنسا، لسبب بسيط هو ان تقريبا ان المجتمع الفرنسي، الراي العام، الاحزاب السياسيه، المجتمع المدني ذاقوا بالسياسه الرعناه التي تقوم بها فرنسا من دون أن تقدم حجة للسياسة الخارجية التي أصبحت نوعا ما تقلق المجتمع الفرنسي، وأيضا بعض من التفسيرات التي أصبحت واضحة من السلطة الحاكمة من أيام ساركوزي لهولندا بالنسبة للمجتمع الفرنسي ولكنها غير مقنعة. وبالتالي أنه كان لزام على من يحكم الآن في فرنسا، وأتكلم عن اللوبيات وليس عن السلطة التي انبثقت من انتخابات رئاسية سابقة أفرزت وصول هولندا إلى الحكم، أتكلم عن هذه اللوبيات التي أصبحت تتحكم، وقد تكون هذه اللوبيات ليس بالضرورة فرنسية. فكان يعني بإمكان القول أن نقول أن الحادثة كانت مفتعلة. أكيد أكيد. طيب. نحن نعيش منذ تقريبا بروز هذه العولمة الاقتصادية المتوحشة والسياسية أيضا، هذا الفبركة من طرف هذه القوى التي تتحكم في العلاقات الدولية وتريد أن تستفيد من خيرات هذا العالم مهمشة كل المجتمعات والشعوب الأخرى. طيب. وبالتالي اليوم سيد معرف، عذرا، داعش تبنت العملية وأنت تقول أن فرنسا افتعلت الحادثة. أكيد أكيد. هل بإمكاننا ربط فرنسا وداعش بما يحدث اليوم في سوريا؟ لا، شوف، أولا عندما قلت لك بأن السياسة الخارجية الفرنسية أصبحت تتدخل تقريبا بشكل رعناء وتتبع بشكل أعمى الاستراتيجية الأمريكية وتتدخل في دول وليس لها الحق بدون أن ترجع إلى المجتمع الفرنسي، إلى الشعب الفرنسي، إلى أيضا البرلمان الفرنسي، فذاقت هذا التدخلات صراحة السلطة في فرنسا، وبالتالي كانت تبحث عن أمبريتكست، حجة تستطيع من خلال أن تقنع المجتمع الفرنسي بأن توجنا في سوريا، توجنا في اليمن، في ليبيا، هو من أجل المجتمع الفرنسي لأننا ندافع عن ما يسمى الأمن القومي الفرنسي. والآن تقريبا أن المواطن في فرنسا نوعا ما اقتنع بفعل هذا الزلزال القوي الذي حدث. نعم. البارح في. نعم. سان دوني. نعم. فعمليا اقتنع المواطن الفرنسي. نعم. بأنه سيد معرف السياسة الفرنسية. طيب. عادية. نعم. اليوم فرنسا علقت العمل بتأشيرة شينغن وتقول أن أي شخص غير أوروبي ممنوع من دخول فرنسا. هل بإمكاننا اعتبار هذا اتهام ضمني للعرب وللمسلمين بشكل عام؟ لا، أولا نقولتها في أكثر من قناة، العرب والمسلمون سيبقون في أوروبا لأن أوروبا وفرنسا على وجه جديد محتاجة لهؤلاء الخبرات لأن كفاءات وقدموا شيء كثيرة للمجتمع الفرنسي والأوروبي، والمجتمع الأوروبي والفرنسي بالتحديد أصبح مجتمع تقريبا يميل إلى الشيخوخة، وبالتالي أن هؤلاء القادمون من البلاد العرب والمسلمين وغيرها ضروريين للاقتصاد الفرنسي والأوروبي بشكل عام، ثم أن هذه التضييقات وهذه الإجراءات هي عادية حتى تكمل، ربما يكمل الفيلم، يكمل أيضا هذا الديكور الذي قدم للفرنسيين والعالم بأننا مستهدفين وأن الإرهاب أصبح الآن يتقوى، ثم أنه داعش لا تتصور بأن مباراة بحجم مباراة فرنسا وألمانيا بفعل التاريخ الموجود بين البلدين، ثم أنه رئيس دولة موجود، أعتقد أن كل المنطقة هي في حزام أمني واستخباراتي، لا أعتقد أن داعش وغيرها لديهم من الإمكانيات. نعم. طيب. أن يضربون. سيد معرف، أخيرا، هل بإمكاننا القول أن فرنسا قبل 14 نوفمبر هي غير فرنسا بعد 14 نوفمبر؟ يعني كيف ترى غدا المشهد الدولي بعد هذه الأحداث؟ أنا في رأيي أنه عادي، ولكن فرنسا ربحت، الاستراتيجية الفرنسية ربحت، الآن سوف تتدخل بأريحية في المناطق التي تريد، وسوف أيضا تتبع الاستراتيجية الأمريكية والغربية بالطريقة التي تريد من دون الحاجة إلى أنها تقنع الفرنسيين والمجتمع الفرنسي، لأن ما حدث في سان دوني، ملعب فرنسا الدولي، هو يعطي حجة وإمكانية ما تقوم به فرنسا من كل. نعم. سلوكات. نعم. سيد اسماعيل معراف، خبير في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا ضيفا نشر رئيسية، شكرا لك. شكرا جزيلا.